الخير سلمى. صباح الخير نور، رمضان كريم عليك يا رب. رمضان كريم يا رب عليك وعلى جميع المشاهدين. اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والصحة يا رب. بهذا الشهر يمكن كلياتنا بنتقرب من الله عز وجل، هذا الشهر شهر العبادات، فدائما كل الناس بتناجي الله وأمنياتها بتكون كثير كبيرة. نحن دائما أمنياتنا بهذا الشهر أنه هي الأيام القاسية والظروف الصعبة المعيشية والاقتصادية اللي عم تمر علينا كلياتنا وعلى بلدنا الحبيب سوريا تمر على خير. يا رب هذا الشهر الكريم يهون على الكل، يعطيهم الصبر والإيمان. كلياتنا عم نحاول يمكن يكون عندنا فسحة أمل صغيرة أنه الجاي يا رب يكون أحلى، فينعاد عليكم بالخير والصحة. محطاتنا عديدة أكيد بتخص شهر رمضان المبارك، لكن كالعادة بدنا نرجع دائما نعيد عليهم. أكيد نور، يسعد صباحك عن جديد، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. رمضان مبارك، يا رب رمضان يكون هيك مثل ما بيقولوا كله فرج ورحمة على الجميع. طبعا المودة والرحمة هي أساس هذا الشهر الكريم. هذا الشهر صعب، نحن ما زلنا حتى الآن عم بنلملم جراح تداعيات كارثة الزلزال اللي مرت على بلدنا، فبنتمنى الجهود والتضافر والمجتمع كله يكون إيد واحدة، لأنه مو بس الوجع بهالمحافظات المنكوبة، كل المحافظات السورية عم بتعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، فبنتمنى الكل يكون قادر أنه يقدم ولو شيء بسيط، إن كان كلمة طيبة وإن كان أجر بسيط ممكن يساعده بهذا الشهر الكريم. طبعا المحطات العديدة رح نبلشها، ولكن خلينا نروح لفاصل رمضان صغير وبعدها بنبدأ. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة، شهر يزيد على الشهور جلالة جلالة. رمضان تجلى وبدى السماء، سلمى خلينا نبتدي أولى محطاتنا لليوم بفقرة هل تعلم، مع معلومات ممكن تهم جميع الصائمين. خلونا نتابع. للصيام فوائد عديدة تنعكس على صحة الإنسان، فهو يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين، لأن الصيام لمدة 14 ساعة تقريبا يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة. الصيام خلال شهر رمضان يساعدك على التخلص من السموم الزائدة في الجسم، وهذا نظراً لعدم تناول الطعام والشراب طوال النهار، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم التي توجد في الجهاز الهضمي.
يساعد الصيام على تقليل الشهية، وهذا من خلال تناول كميات أقل من الطعام، وهذا يمنح الجهاز الهضمي فترة أطول للراحة، ما يؤدي إلى تقلص المعدة ويحد من زيادة الشهية. أثبتت الدراسات بأن الصيام يساعد على تعزيز الحالة المزاجية، حيث إنه يزيد من قدرة الدماغ على مقاومة الإجهاد، كما يساعد الصيام على تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التعلم، وهذا من خلال زيادة شحن الدماغ، مما يعزز تطور خلايا الدماغ ويجعل الاستجابة للمعلومات تكون بشكل أفضل. يعني نور، ما فينا نبلش هذا الشهر الفضيل وما نحكي على أهم مكوناته على السفرة اللي هو التمر. صحيح. التمر اللي كل الناس طبعا بتحب تبلش رمضان أو الإفطار بالتمر. خلينا نعرف فوائد أكثر عنه بالتقرير التالي. يعتبر التمر أحد أفضل الأطعمة الحلوة والمفيدة، يلي يمكن أن تنظم عملية الهضم وبتمد الجسم بالعديد من المغذيات. فوائد التمر الصحية: أولاً، تعزيز صحة الجهاز الهضمي. بما أن التمر هو مصدر عالي للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد له دور بتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله والوقاية من بعض الاضطرابات. علاج فقر الدم: يعتبر التمر مصدر ممتاز للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، مما يجعل التمر يلعب دور جيد بعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. توفير الطاقة للجسم: يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية كالجلوكوز والسكروز، يلي بتمد الجسم بالطاقة وبترفع مستويات السكر بالدم، وبتكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضيين. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: فبيحتوي التمر على مجموعة من الفيتامين يلي بتعتبر جداً مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الجلوكوز ضروري لعمل الدماغ، فهو مصدر رئيسي للطاقة، كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم بيساعد بعمل الأعصاب. تعزيز صحة القلب: يعد التمر مفيد جداً لصحة القلب، إذ أنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، وكمان هن المعدنين ضروريين لانتظام عمل عضلة القلب. مضاد للالتهابات: فغنى التمر بالمغنيسيوم بيجعل له آثار مضادة للالتهابات كالتهاب الشرايين، التهاب المفاصل، والتهابات الجهاز الهضمي. أخيراً، السيطرة على ضغط الدم: فيعد التمر مصدر عالي للبوتاسيوم، هو أهم عنصر للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على معدلات ضغط الدم. سلمى، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء عن هذا الموضوع المهم. أيام رمضان الأولى بتلاقي فيها صعوبة عنا كلياتنا، لأنه عم نصوم لساعات جدا طويلة، بتحسي بشوية تعب، إرهاق، صداع، وجع رأس، ألم
كثير، هي يمكن تكون مؤشر نفس الوقت انه في نقص بالسوائل هائل، لانه في كثير منا كمان ما بيشرب مي كثير منيح ان كان على الافطار او السحور. صحيح نور، يمكن كنا عم نقول انه بشكل عام الناس باول ايام رمضان بتواجه صعوبه بهذا الشيء، لانه بيكون لسه الجسم عم يتاقلم مع ساعات طويله من الصيام، فبالتالي بيصير في عندنا مشكله معروفه اللي هي مشكله الجفاف. الجفاف اللي ممكن لانه ما بنعرف نقسم كم كاسة مي لازم نشرب بالأوقات اللي لازم نشرب فيها، وحتى المأكولات اللي بتأثر على هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل رح نعرف الصحيح منها والغير صحيح من هاي العادات خلال شهر رمضان المبارك مع ضيفتنا بالاستوديو طبعا الاختصاصية بالتغذية داليا حسام. وصباح الخير داليا، رمضان كريم عليك يا رب. عليكم يا رب، رمضان كريم، صحة وخير، ونقدر نستفيد منه يكون صحة على أجسامنا إن شاء الله يا رب. رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. خلينا نحكي معك بالبداية، يعني نحن خلال الأيام العادية في روتين معين، يعني بتلاقي ناس بتشرب قهوة، بتشرب شاي، بتشرب نسكافيه، يعني دائما بتحصل على السوائل لو ما شربت مي، على جزء منها، يعني إنه في كتير ناس كمان ما بتحب تشرب مي. فأول أيام شهر رمضان مبارك بتلاقي فيه شوي تعب، إرهاق، صداع، هي ممكن تكون مؤشرات لنقص السوائل، ولا شو فينا نعطي بعض المؤشرات للناس تنتبه، لانه كمان مشكله كبيره نقص السوائل بالجسم. هلا احنا حتى نحمي اجسامنا من انه يصير معنا اعراض التجفاف، لانه اعراض التجفاف كثير رح تاثر سلبا على الشخص. يعني مثل ما حكيت يمكن يصير عنده صداع، ممكن يصير عنده وهن عام بتغسل الجسم تماما، وممكن باوقات كثير ريسك، يعني بالتجفاف الشديد ممكن يصير في اغماء، يمكن شخص خلص يغيب عن الوعي بشكل كامل، يعني يصير عنده ديهايدريشن بشكل شديد. فلهيك نحن عنا كذا خطوة مفروض نتبعها. بالمرتبة الأولى، هلا كثير في أشخاص طبعا مثل ما حكيتي مدمنين على القهوة، على النسكافيه، على المنبهات، يعني بكل أشكالها، فهي أول شيء بتعمل إنه بتشرب قهوة، تمام؟ يعني بتضل مثلا من وجبة الفطور للسحور هي مثلا بتلحق لها شيء 3-4 كاسات قهوة مع 3 كاسات نسكافيه، فهيك هي عملت المنبهات، هي مدرة للبول. فلهيك أنا قد ما فيني أحدد من الكمية، يعني تكون كمية كتير قليلة اللي أنا عم دخلها لجسمي، لأنه هي رح تروح لي سوائل اللي بجسمي. غير عن هيك مفروض أنا خلال هاي الفترة مثل ما حكيتي أنا أعطي حاجة جسمي من السوائل وأكتر. يعني أنا مثلا الأشخاص الطبيعية ممكن لهم مثلا لترين مي، لا هون بدي أعطيهم 3 لتر مي، لأنه عم يصير في لوقت طويل هن محرومين من المي. ممكن الأشخاص اللي عم بيطلعوا على شغلهم مثلا، يلي عم يروحوا مثلا ممكن يلعبوا رياضة مثلا قبل الأذان مثلا، كمان عم بيصير عندهم تعرق، فهيك عم بيصير عندهم إنه خسارة أكثر للسوائل. غير عن هيك مفروض أنا قد ما فيني ركز على الأصناف الغذائية يلي هي مرتفعة بالسوائل، مثل الخضار الورقية مثلا، سبانخ مثلا، الخيار، الخس. حاول قد ما فيني يكون طبق السلطة هو الطبق الأساسي، مثل ما حكيت يعني يكون مثلا جرجير، الكرافس مثلا، أعمل شوربات مثل الأرنبيط مثلا، هيك شغلات. وركز على الموز لأنه هو بيحتوي على مصدر عالي من البوتاسيوم، والبوتاسيوم بيحفظ السوائل بالجسم. خفف ملح وتوابل قد ما فيني، وكمان السكريات على وجبة السحور تعملي تجفاف. فلهيك أنا قد ما فيني يكون دقيقة لهي النصائح. طيب داليا، يعني في كتير ناس مو بس بتنصاب بالتجفاف، في ناس مثلا وجبة السحور مو موجودة ضمن جدول رمضان، يعني تماما بينسوها، يعني بياكلوا بيركزوا على وجبة الافطار، حتى بيصير معهم تخمة، فما بياخذوا الكمية المناسبة يمكن من الأكل حتى يحتفظ الجسم فيها. كيف فينا نقسم هي الوجبة؟ وإذا ناس ما بتاخذ وجبة السحور فبالتالي بتشرب مي كثير بس بتفقدها أول ما بتفيق من النوم. تماما بالضبط. هلا كمان خليني أول شيء ركز على فكرة المي، وبعدها بنفوت بأهمية وجبة السحور. الماء مفروض تكون على شكل تدريجي، يعني مثلا أنا أقسم مدخولي من الماء، مثلا كل ساعتين، مثلا كل ساعتين يكون في عندي مثلا كوب لكوبين ماء. كمان المي البيور هي اللي رح تعطيني الفائدة، كل شيء مثلا عصائر، تماما عصائر ممكن تعطيني جزء من الفائدة، بس المي البيور هي الأساس. ومفروض على وجبة السحور ركز على الأصناف اللي هلأ أنا حكيتها، يعني مثل الموز مثلا، التمر كمان كتير هو يعتبر خيار جيد، مصادر البروتينات. هلأ كتير في أشخاص مثل ما حكيتي هي بتهمل وجبة السحور لأنه هي مفكرة أنه هي هيك رح تحافظ على أجسامها، وهي هون بتكون أكلة وجبة واحدة كبيرة على وجبة الفطور، وصار في عندها تلبك
يعني صار في عندها عسر هضم. فلهيك انا مفروض اقسم هلا بالنظام الغذائي الصحي بشكل طبيعي نحن عندنا 6 وجبات هيك هيلثي لايف ستايل، بس برمضان انا فيني اعملهم 4 مثلا مقطعين. يعني مثلا انا بلش وجبه الفطور بصحن شوربه لحتى اعوض السوائل، بفضل انه تكون شوربه مثلا عدس او خضار او مثلا يخنه، هدول الاصناف اللي ما فيهم كثير املاح يعني ما الظروف يعني اللي بحضرها انا بالبيت، تمام. بعدها ببلش بصحن السلطه كمان لحتى اعوض السوائل، هون انا بكون هيك هيئت المعده لحتى هي تستقبل الوجبه الرئيسيه. الوجبه الرئيسيه لازم تكون كمان مانا كثير فيها دسم وفيها مثلا كثير كميات كبيره، ممكن تتقسم الوجبه الرئيسيه لوجبتين. يعني انا بلشت بجزء بعد بساعتين بكفي الجزء الثاني، انا ما راح احرم حالي من شيء، بس انا بعمل تقطيع للوجبات عشان ما يصير عندي تلبك كولون عصبي. ممكن الاشخاص اللي بيعانوا من الكولون العصبي كثير بيتأزموا بهذا الشهر اذا ما عرفوا ينظموا وجباتهم الغذائيه. ممكن بعد ب3 ساعات مثلا انا ادخل سناك فواكه، وجبه السحور كمان بدها تكون متكامله من جميع العناصر الغذائيه، نشويات معقده، البروتينات والدهون الصحيه رح نحكي بتفصيل عنها. قبل ما نحكي عن الدهون الصحيه والبدائل للدهون الصحيه، لانه نحن بنعرف ظروف الناس الماديه والاقتصاديه والمعيشيه والغلاء الكبير اللي عم نعاني منه كل اليوم، خلينا نحكي عن الماء ونركز عليها. في كثير من الناس ما بتحب الماء، يعني بتقول لك انا ما بقدر اشرب، إيه انا ما كثير بقدر اشرب مي، ما بتقبل اشرب كاسه. يعني انت عم تقولي كل ساعه بدنا نشرب كاسه، بتشربها مقطعه او بتتجه نحو البدائل. تماما فيني اتجه نحو البدائل، اكيد ما فيني اعوض، بس بنفس الوقت بدي احمي جسمي من هيدا الجفاف. تماما. يعني في ناس ما بتتقبل مي، ما بتقدر تشرب هي الكميات الكبيره. بالضبط. هلا ممكن انا اضيف عليها مثلا ترانشات ليمون او نعناع، هي بنفس الوقت بتعطيني مثلا انرجي يعني فيتامين سي خلال النهار، انا فيني مثلا شخص فيني يضل نشيط، وبنفس الوقت تعطيني تنكيه شوي يعني كثير مكسوره الطعمه يعني لانه عن جد في ناس ما بتقبل المي. يعني انا كثير بحاول انه اقنعهم انه لازم تشربوا مي، لازم تشربوا مي، يعني حتى باللايف ستايل العادي يعني، يعني كمان قله السوائل ممكن تعمل مشاكل هضميه، يعني نرجع نفس حلقه مفرغه. فلهيك لا كثير ضروري انه الواحد قد ما فينه يعتبره مثلا يعني خلص بده يتعود يعني. ومثل ما بس فينا نعوض بالسوائل مثلا لما نحكي على المشروبات الاخرى، يعني ممكن شوي فينا نعوض، بس مش بس الفائده الاساسيه طبعاً. اكيد فينا نعوض اكيد. عصائر طبيعيه فريش رح تعطيني حاجتي من السوائل. المنبهات يعني مثل ما حكيت بشهر رمضان قد ما فينا نخفف لانه هي مدره للبول، يعني رح تخليني اخسر السوائل الموجوده اساسا. فلهيك والملح كمان بيعمل احتباس سوائل، فلهيك قد ما فيني كون بيور، وفيني ادخل شويه عصائر طبيعيه ما بيمنع. في ناس بتحب كثير العصائر الرمضانية إذا كنا نسميها، فبالتالي بيتوجهوا عليها، ونحن بنعرف إنه هي بيكون فيها كميات كبيرة من السكريات وبعضها ما بيكون طبيعي يعني 100%. عم نشوف هلا صار صناعي موجود أغلب الأسواق. يعني حتى الليمون اللي عم بيبيعوه عم بيكون مانو طبيعي، كله مخلوط كله مخلوط. تماما. فقد ايه ضروري ننتبه، يعني بقول لك أنا شربت سوائل، يعني هي سوائل رمضانية سوائل مفيدة. تماما. هو عوض الجفاف، هو عوض اللي عنده كان العرق سوس، التمر الهندي وغيره من الأنواع. خلينا نحكي شوي عن هي السوائل. تماما. هلا بالضبط مثل ما حكيت، يعني برمضان كثير المغريات كبيرة بهذا النوع، يعني بده يعوض سوائل، وكل يوم بده يجيب نوع وكل يوم بده يجيب صنف. ليش أنا مثلا ما أحضرهم بالبيت؟ يعني مثلا هلا عرق السوس أكيد فينا أي سيدة هي تحضره بالبيت، فهيك هي متحكمه هي شو عم تعمل وشو عم تساوي يعني. كمان التمر الهندي كثير مثلا احيانا انا بحضره بالبيت، كمان انا متقيده بكميه السكر، يعني انا ما رح احط سكر ابدا، يعني ممكن استعيد بسكر ستيفيا مثلا. اما برا يعني بيكون في ما معروف قديش في سعرات حراريه، ما معروف قد ايه في كالوريز يعني. فلهيك بنصح انا اي سيده انه هي تحاول تحضر بالبيت هي العصائر المشتيته، لانه هي بتعرف شو المكونات اللي بقلبها، يعني كم سعره حراريه. وكمان السكريات مثل ما حكيت هي يعني ممكن تعمل لي زياده وزن، وانا بدي اكسب هذا الشهر لحتى انا للاشخاص اللي عندهم زياده وزن انهم يخففوا اوزانهم، يعني هو فرصه لإلهم. صحيح، فرصة أساسا لتعملي ديتوكس للجسم كله وتقدري تخلصي من جميع السموم أكيد. بس خلينا نحكي معك، قلتي خلال حديثك يعني خلينا نعطي نمط صحي خلال شهر رمضان، قديش ممكن يكون مفيد للجسم ويمنع التجفاف، وبنفس الوقت يعني ما بدنا نكون بعيدين عن الواقع أو المجتمع. نحن بنعرف الغلاء اليوم مش كل الأسر أو معظم الأسر صارت ما بتقدر تحصل على كل الخصائص الغذائية الصحيحة. فخلينا نعطي بعض البدائل خلال هيدا الشهر رمضان الكريم، لأنه نحن بنعرف يعني ذكرتي قديش مثلا السبانخ والسلق وهدول القصص قديش مفيدة وممكن تكون بدائل.
غذائية. هي بدائل مثل ما حكيتي. هلا انا بلشت بوجبة الفطور مثل ما حكينا هلا من شوي، عمل في ريبورتاج كان عن قديش فوائد التمر كتير مهمة، بوتاسيوم وحديد والياف، كيف هي بتهيئ المعدة ببداية وجبة الفطور. بعدها بلشنا بصحن الشوربة، مثل ما قلت بفضل انه هو يكون ما من الظروف، مثلا شوربة خضار، شوربة مثلا عدس كتير. هي العدس، العدس هون هذا هو البديل الأساسي، يعني نحن الجسم بحاجة للبروتينات. وعم نحكي خضار، أي خضار ممكن نعمل فيها شوربة؟ هي نقطة مهمة بالشوربة، صحيح. كل شيء، كل أنواع الخضار هي رح تعطيني حاجتي من الحديد ومن الألياف بنفس الوقت، لأن الجسم كمان يومياً بحاجة هو لجميع العناصر الغذائية. بس أنا فيني أستعيد بالبدائل، مثلا السبانخ هو كثير سورسز للحديد مهم يعني، صحيح. العدس هو كمان مصدر جيد للبروتين. هلا عنا نحن بروتينات حيوانية وبروتينات نباتية، مثل ما حكيتي إذا الشخص يومياً ما قدر إنه يحصل البروتينات الحيوانية فهو فيه يستعيد بالعدس مثلاً، بالفول، بالحمص، بالبرغل مثلا. هاي العناصر الغذائيه كلها اول شيء ما انا مرتفعه السعرات الحراريه، وثاني شيء هي مصدر جيد للحديد وللبروتينات والالياف. فلهيك انا قدرت اعطي جسمي حاجته وعوض النقص اللي حصل خلال ساعات الصيام الطويله، وبنفس الوقت هي ما انا مكلفه كثير يعني بالنسبه له. طيب يعني كمان هلا صارت الناس تتفنن شوي حتى بالتمر وبغيره، صرنا نشوف في ناس بدخل معه المكسرات، ناس بدخل معه الشوكولا، هل هذا الشيء بيأثر على القيمه اللي نحن عم ناخذها بالغذائيه او لا؟ يعني لا مثلا اذا دخل معه مكسرات بنعرف انه المكسرات مفيده يعني. تماما. اي بس الشوكولا يعني في ناس بدخل معه ايضا شوكولا. أي هلا شوكولا بالنسبه للدارك شوكليت هي كثير منيحه، ما بيأثر، ما بيأثر ابدا، لانه هي مصدر للكاكاو كثير منيح وللمغنيسيوم. المغنيسيوم هو كثير بيساعد انه الشخص يتلافى اعراض الصداع، هو بيدخل بتركيب مثلا الخلايا العصبيه وهيك، فلهيك كثير منيح الدارك شوكليت. وبنفس الوقت اخذ حاجته من الحلويات يعني حس بهذا الاحساس انه هو ما محروم يعني. بتفضليها كنوع من انواع الحلويات برمضان انه ياخذها الشخص بدل ما ناخذ الشغلات الثانيه؟ لانه صعبه والله، ما بعرف قد في ناس بتسيطر على هذا الموضوع. صحيح. اكيد بالختام بدنا نشكرك اختصاصيه التغذيه داليا حسامو، ونتمنى من الكل فعليا يكون حصل على معلومه مفيده. شكرا كثير لك. ان شاء الله يا رب. شكرا لك ورمضان كريم. رمضان عليك يا رب مره ثانيه. اما هلا نور رح نروح لمحطتنا التاليه، وتحديدا لغرفه الاخبار، لحتى نطلع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا، مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين ورمضان كريم. صباح الخير سلمى، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لاهم واخر الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تقول أن سوريا لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وكذلك حجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الخارجية أضافت أن سوريا تؤكد من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إسرائيل اليوم مأزومة، ولم يمر الكيان في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن. وأشار السيد نصر الله في كلمة له إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاسدين ومتطرفين، وأن الحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم. السيد نصر الله شدد على أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان وعلى أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية ستؤدي إلى رد من جانب المقاومة. صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ليابكوف بأن موسكو مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل، إذ أقدمت واشنطن على إسقاط طائرة روسية تقترب من الولايات المتحدة في المجال الجوي الدولي.
وقال ريابكوف إن تصريحات مثل تلك التي أدلى بها السيناتور جراهام يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فهي تعكس الاستعداد لبذل أقصى ما في وسعها لإلحاق الضرر بنا في جميع المجالات ومحاولة إلحاق الضرر بالسمعة العسكرية أيضا. وفي خبرنا الأخير، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكي أن واشنطن لا تريد أن ترى وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا. وأضافت المتحدثة أن وقف إطلاق النار إذا حدث سيبقي خطوط القتال على ما هي عليه الآن، مكرسا التقدم الروسي على الأرض. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستسلم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع. ختام الموجز، أما الآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، واكيد يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا ونور، مستمرين بمحطاتنا الخاصه الرمضانيه. اكيد، ورح نحكي عن موضوع جدا مهم سلمى. وجبه السحور هي وجبه كثير مهمه للجسم لتقدري او يقدر اي صائم يكمل ساعات الصيام الطويله خلال النهار، بس سلمى يمكن كثير من الناس بتهمل هي الوجبه وما بتتسحر، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه قديش صعب تفيقي تتسحري وترجعي في الناس بتقول لك لا انه خلص يعني على الفطور وبعد الفطور باكل شوي، بس وجبه السحور كثير مهمه للنظام الغذائي الصحي خلال شهر رمضان المبارك، اهمالها بيؤدي لاثار سلبيه جدا على الجسم، خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. لوجبة السحور أهمية كبيرة في شهر رمضان المبارك، فهي تشحنك بالطاقة اللازمة ليومك بعد تناولها بمكونات صحية، لكن في المقابل قد يفضل الكثير من الأشخاص الصوم دون الالتزام بوجبة السحور رغبة باكتساب ساعات من النوم. إهمال وجبة السحور غير مستحب خلال شهر رمضان، كما أنه قد يشكل خطراً على الصحة، لأن ذلك يتسبب في عدة مشاكل صحية أهمها الجفاف، فإن عدم تناول كمية كافية من السوائل أثناء ساعات الإفطار وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء والتي تبقي الجسم رطباً أثناء النهار. نقص الطاقة، وجبة السحور تعطيك مخزون الطاقة للقيام بأعمالك في نهار الصيام، وعدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعيقك عن أداء مهامك. سوء التغذية، تناول وجبة واحدة فقط في اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر الهامة قبل صيام اليوم التالي. زيادة الوزن، فتناول الطعام يساعد على عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون ما يؤدي لزيادة الوزن. الإمساك، فقلة الأكل تؤدي إلى اضطراب في حركة الأمعاء مما قد يتسبب في هذه الحالة. نور، مكفين طبعا بمحطاتنا الصباحية، مثل ما بنعرف كل المجموعات التطوعية والفرق خلال شهر رمضان المبارك بتبادر لحتى تعمل كل الخير اللي بتقدر عليه، ونحن بنعرف الفترة الماضية أصلا كل هاي المبادرات والمؤسسات والجمعيات وظفت نفسها طبعا تجاه التداعيات طبعا الزلزال والكارثة، ولكن بهذا الشهر صار في عنا أيضا خلينا نقول حملين، حمل للمحافظات اللي أصلا كان
كانت بتخدمها هي المبادرات والمحافظات المنكوبة. رح نتعرف على تفاصيل أكثر مع عمل أحد هي المبادرات وهي مبادرة شقائق النعمان. شو التفاصيل اللي عم يشتغلوا عليها؟ كله هذا رح طبعا يعرفنا عليه عبر الاتصال الهاتفي معنا السيدة هيام خضر وهي عضو في شقائق النعمان. صباح الخير، رمضان كريم. صباح الخير. يسعد صباحي. صباح الخير. صباح الخير، عم تسمعينا؟ سمعتي. رمضان كريم، ينعاد عليكي بالخير والصحة. رمضان كريم، نحن بأول يوم من شهر رمضان المبارك، ينعاد عليكم وعلى سوريا وجيشها وشعبها وقيادتها، يا رب يكون شهر خير بكل ما يعني الكلمة. يا رب. ست هيام، خلينا نحكي عن مجموعة شقائق النعمان، عن عمل الإنساني، بالبداية نعرف الناس عنا أكثر. نحن كمجموعة شقائق النعمان من بداية الأزمة على سوريا موجودين على الأرض، بأي كارثة بتصيب بنشتغل، عنا ناس بنشتغل معهم بنساعدهم. بس اليوم بالزلزال كان لنا وقفة مثلنا مثل أي مجموعة مثل أي جمعية اشتغلت على الأرض، استنفرنا كل كوادرها بالكنائس بالجوامع أول أيام على مراكز الإيواء، قدمنا شو ممكن فينا نقدم للناس المتضررة. يعني بالبداية كان في نقص حليب أطفال، حفاضات، كنا ناخد سلال غذائية، أغطية، درنا على كل المراكز أول يومين. بعدين صرنا نطلع على الكرة، بتعرفي في ناس استقبلت عوائل متضررة إن كان أقاربها أصحابها، كنا نزورهم كمان نقدم لهم ضمن إمكانيتنا كمجموعة شقائق النعمان. نحن مجموعة تطوعية، مننا بنجمع من متبرعين. فيني أشكر كل حدا تواصل مع مجموعة شقائق النعمان إن كانت سوريا أو برا سوريا ليساعد ويقدم معنا. أكيد. صباحكم. ست هيام، يعني حضرتكم كنتوا موجودين ضمن محافظة اللاذقية، خلينا نحكي أكثر عن الأماكن اللي قدرتوا توصلوا لها، وطبعا خطة العمل اللي بدأتوا فيها من 6 شباط إلى الآن، وهل رح يتغير شكل هذا الدعم أو نوعيته خلال شهر رمضان المبارك؟ هلأ نحن باللاذقية أول شيء كنا ضمن اللاذقية، يعني بالكنائس كان في بالجوامع بمراكز إيواء، بعدين انطلقنا على ريف الإرداحة ريف اللاذقية كان في توزيع، بعدين كان في ناس عايشة بالخيام قدرنا نزورهم، قدمنا لهم يعني فيك تقولي أجار مبدئيا عقد أجار لمدة 6 شهور. طبعا نحن مجموعتنا بنبلش وبنستمر ما بنوقف من بداية عملنا، أي حدا منستلمه منضل معه ليوصل لبر الأمان. وهلأ عندك بشهر الكريم شهر الخير شهر رمضان، نحن بكل سنة عنا سلة غذائية من إلا سلة رمضان بلشنا بتجهيزها. وفيني أقول كلمة أنه مو بس المتضررين زلزال، نحن بحالة غلاء، فكل الناس صارت بحاجة هالسلة. صحيح. ويا ربي قدرنا ما نقصر. يعطيكم ألف عافية، وأكيد تحية كتير كبيرة من القلب لجميع المبادرات الإنسانية الموجودة على الأرض. في جهود كبيرة اليوم لكن الحمل كتير كبير، نحن عم نحكي عن تداعيات الزلزال، في ناس كتير كبيرة محتاجة يد مد العون لإلهم، أقل شيء فينا نقدم لهم إياه. وعمل الخير مستمر، أياد الخير موجودة كتير كبيرة بسوريا. خلينا نحكي خلال شهر رمضان المبارك مثل ما حكيتي نشاطكم مستمر، بس يمكن الحمل بيكون عليكم أكبر، لأنه نحن بنعرف يعني مع كل سنة عم يزيد يزيد عليكم المسؤولية، لأنه ما عم ينقص العدد، بالعكس عم يزيد مثل ما قلتي بسبب الغلاء الكتير كبير، بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي اللي عم نواجهه اليوم. أنا بس بدي أقول أنه نحن كمجموعة شقائق النعمان ببداية عملنا عنا عوائل شهداء، عنا عوائل جرحى كنا نهتم فيهم بشكل دوري، عندي طلعات على الجبهات بزور ولادي بالجبهات. بس هلا بشهر الخير أنا بقلك أكيد بده يكون حجم الشغل أكثر. صحيح. بس الحمد لله عنا متبرعين. بدي أول شيء وجه شكر للسيدة ندى الأسد رئيسة مجموعتنا اللي هي الداعمة الرئيسية، ولكل الأعضاء اللي ما يوم أثروا معنا، حتى عنا ناس من برا، عنا مجموعة سوريين هن موجودين بفرنسا كان عم يتواصلوا ليساعدوا. بس كل ما يعني عم يكبر الشغل علينا، بس نحن مبسوطين. ودائما أنا دعائي يا رب تكون معي لنقدر نكمل وما نقصر مع حدا. يا رب. أكيد. يعني ست هيام، حضرتك أنت ضيفتنا بوقت سابق، وأنت من السيدات اللي طبعا كانوا تصاوبوا خلال الحرب، خلال عملكم بالمطابخ الميدانية مع
جنودنا بالجيش العربي السوري ودائما عم تكونوا متواجدين بكل شيء كان صعب او حلو، فخلال هي التجربه بنعرف انه ايضا انتم زرتوا كثير من العوائل وحاولتوا تخففوا عنا تداعيات هي الكارثه. قبل ما نختم، شو بتحبي توجهي كلمه لكل الناس يلي عم تحاول تقدم شيء خلال هالكارثه او حتى هذا الشهر الفضيل؟ هلا انا بشوف انه كل حدا منا في بيكون هو متطوع، كل حدا في لو بلوزي من بيتك، لو صحن سكبي مثل ما بيقولوا له من بيتك، فيك تكوني متعاونه لتعطي حدا محتاج. سوريا نحن كشفت، يعني انا بقول لك هز الزيل هز كيان كل الناس، يعني الكل ظهرت المحبه اللي عندها. انا من خلال يعني انا عندي جيراني ما اعرف حدا، كل انه هيام هيدا الحيف من عندي، هيام هي بلوزي من عندي، كثير كان في تعاون. نحن الشعب السوري اثبتنا انه نحن شعب قوي محب لبعضنا ورح نضل هيك. نحن انا اول شيء بدي اقول الرحمه للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، العوده السليمه لبيوتهم. نحن كمجموعه شقائق النعمان، قلتي حضرتك انا كهيام خضر بفتخر اني احمل لقب الشهيد الحي، وصبت بالجبهات وكان بلقاء معي سلمى قبل ومبترت رجلي، ولهلا نحن بنطلع على الجبهات بنزور اولادنا، عندنا عوائل ملتزمين فيهم ومستمرين وما راح نوقف، كل شيء وعندي روح بحياتي. اكيد يعطيكم الف عافيه ويا رب دائما تبقوا بهي الهمه. بدنا نشكرك ست هيام الخضر ومجموعه شقائق النعمان فردر فندر، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. وبنعرف قديش في جهود وصعوبات عم تمروا فيها، فتحيه لكل الناس اليوم اللي عم تشتغل على الارض. العمل التطوعي صار ثقافه اليوم بسوريا، كلياتنا عم نحاول نكون ايد واحده لنساعد الناس. شكرا كثير لك. شكرا لكم ويسعد صباحكم، رمضان كريم على الجميع. رمضان كريم عليك يا رب وعلى الجميع ويعطيكم العافيه، شكرا لك. أما هلأ نور رح نروح لمحافظة الحسكة تحديدا. أقامت مديرية الثقافة ضمن برنامج مهارات الحياة والتعلم المتكامل معرض للرسوم والأعمال اليدوية المخصصة للأطفال، وتفاصيل بتقرير مراسلنا، خلينا نتابع سوا. ضمن برنامجي مهارات الحياة والتعليم المتكامل، أقامت مديرية الثقافة معرضا للرسومات والأعمال اليدوية المخصصة للأطفال، وذلك من نتاج ورشات التدريب التي أطلقتها. مدير الثقافة عبد الرحمن السيد أكد أن البرنامج يعمل على تنمية ورعاية المواهب والهوايات الخاصة بالأطفال وصقلها على يد مدربين خبراء ومختصين. طبعا اليوم نحن افتتاح معرض لأطفال مركز نغم وقلم ومهارات الحياة. نتاج ورشات العمل على مدار العام، نحن في كل يوم سبت هناك ورشة رسم وغناء وقراءة وموسيقى وكورال. بالنسبة للمعرض هو يتضمن إنتاج رسوم والأعمال اليدوية لدورة المهارات الحياة. الطفل تعاملنا كعجينة فتعاملنا معه فأفرغنا كل الطاقة اللي عنده، ففي أطفال علمناهم قيمة الأشياء، عدم الإهمال، الالتزام، النظافة، التعاون، فكلها كانت ضمن المهارات الحياة. بدورهم بين المشاركون أهمية هذا المعرض ولقاء الجمهور وتنمية موهبتهم وملء أوقات فراغهم بما هو مفيد. شاركنا بالمعرض ورسمنا برفقة الأنسات، أنسة الرسم وأنسة الأعمال اليدوية، ويعني رسمنا هيك رسمات حلوة. هذول الرسمات أنا برسمهم بالبيت، والرسم أنا عندي إياه يعني مو مثل هواية، عندي إياه مثل صديق إلي يونسني وقت أكون بوقت الملل. هذا ويستقبل البرنامج في قسم الأعمال اليدوية طلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف السابع إلى الصف التاسع، موزعين على ورشات تدريب يتم من خلالها تعليمهم التشكيل الفني والاستفادة من الأشياء المهملة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.
سلمى، شهر رمضان المبارك شهر العبادة والعمل، كلياتنا يمكن بنعيش تفاصيل خاصة وطقوس خاصة في شهر رمضان المبارك للعبادة وللبيت له خصوصية، لكن دائما في فسحة لإدارة الوقت، قديش فعليا نقدر ننظم وقتنا خلال شهر رمضان المبارك نديره بشكل صحيح لنحصل على الغاية أساسا المرجوة من هذا الشهر؟ صحيح نور، يمكن بالأوقات العادية ممكن يكون إدارة الوقت أسهل أكثر، شخص بيقسم نهاره بين ذهاب للعمل يمكن الوجبات بقلب البيت أو خارج البيت وغيره، ولكن بشهر رمضان بيكون في عنا مساحة من الوقت وعنا عمل كبير وعنا مجهود أكبر، الإنسان بحس يمكن أنه هو ما أنه قدران يقوم بكل أعماله الاعتيادية اليومية وعنده وقت طويل ما بيعرف شو بده يعمل فيه. في ناس بتقدر خلال هذا الشهر تعمل كتير شغلات مفيدة إذا استثمرت الوقت بالشكل الصحيح، لهيك اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، كيف أنا ممكن استثمر الوقت بشكل صحيح وما اجهد نفسي ضمن النهار، ولا لانه كمان التفكير هو بيجهد الشخص وبيستنفذ من طاقته. لنتعرف على هالتفاصيل بيصيرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير دكتور منير عباس، رئيس مؤسسه الموارد البشريه بسوريا. صباح الخير دكتور، رمضان كريم. صباح الخير، تسعد صباحكم ورمضان كريم ان شاء الله. يسعد صباحك ورمضان كريم. يعني الحياه كلها تختلف خلال شهر رمضان، الروتين اساسا يختلف، يعني بتصوم لساعات طويله، احيانا بتحس حالك تعبان، بتحس الوقت عم يمر وبتقول ما قدرت تحقق الغاية المرجوة، وهي مشكلة بنلاقيها عند الكل، يعني قبل الإفطار وبعد الإفطار بتلاقي العالم مقسمة وقتها أنه قبل الفطور وبعد الفطور، كيف فيني أنا أتلافى هي المشكلة؟ يعني في عندي ساعات طويلة للصيام، فيني أنا أستغلها، يعني فيني فعليا أستغل هيدا الوقت لحتى ما أفكر أساسا أنه لا لسه في كم ساعة للصيام، فيني أنا أقسم وقتي بطريقة كتير صح ودير وقتي بطريقة صح. تمام، أول شيء إدارة الوقت هي أنه نخطط لننظم وقتنا بحيث أنه نقدر نحقق كل شيء بدنا إياه خلال الوقت المتاح. يعني عملية تنظيم يعني متميزة، وبالخاص بكل الأوقات، برمضان، بأيام وقت يكون عنا فحوصة، بأيام وقت يكون في عنا أزمة وقت، بأيام وقت يكون في عنا راحة بالوقت، اثنيناته بدون تنظيم وقت. تنظيم الوقت فيه له أساسيات، أنه دائما ما نترك الشغلة اللي هي إلى فسحة من الوقت لحتى تصير طارئة ونعملها. يعني نحن في عنا عادات اجتماعية موروثة، هي ترك الأشياء إلى آخر لحظة للديدلاين ووقتها بنشتغل عليها، هي موجودة بثقافتنا يعني. فلحنا إذا بنتلافى هي الناحية هي أول شيء لازم نشتغل عليه. إذا علينا أن نقوم بعملية تنظيم وقتنا لاستثماره في الوقت المرتاحين فيه حتى ما نوصل لنقاط اللي هي نقاط الحرجة. عندنا العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية بالعالم، ستيفن كوفي كتب بهذا الكتاب. واحدة مصفوفة الوقت، مصفوفة الوقت هي بتقوم على أنه أهم مربع من مربعات الوقت قسم مربعات الوقت إلى طارئ وغير طارئ وإلى مهم وغير مهم. وجدنا بأنه أهم مربع من مربعات الوقت هو الشيء المهم وليس طارئ بعد. نحن اللي عم بيصير فينا بالموروث الثقافي تبعنا عم نخلي راحتنا بالوقت تروح للأزمة وللحرج للمناطق الحرجة، بصير وقت طارئة جدا. أهم شيء بإدارة الوقت أنه الشخص فينا يحط أولوياته، نحن ترتيب الأولويات، والأولويات تختلف من شهر لشهر، من مرحلة لمرحلة، من فترة زمنية بحياتنا إلى فترة زمنية أخرى. تنظيم الوقت يقوم على أنه المسارات الطويلة بوقتنا القادرين على الإنجاز فيها يجب أن نضع فيها المهام الصعبة. يعني هلأ في عنا بتعرفوا ساعات بيولوجية لكل الأشخاص، هناك صح. أشخاص قادرة على أن تكون فعالة في ساعات الليل، هناك قادرة أن تكون فعالة في ساعات الصباح الباكرة. صحيح. حسب الشخص فينا لازم نحن نكتشف البيولوجيا لحنا ما هي الساعات اللي هي ممكن ننجز فيها. عندما نقوم باكتشاف هي الساعات لازم ما نضيعها. يعني هلأ إذا أنا في عندي شغلة ممكن تكون رفاهية لألي، وأنا بعرف أن الساعات البيولوجية لألي الإنجاز تبعتي هي ساعات مثلا من 12 لـ4 بعد الظهر، لازم ما أعمل فيها أي شيء مضيع للوقت، روح وإنجز المهام اللي هي متراكمة علي، وبعدين كل أوقات النهار الباقية عندي هي ساعات عادية. في عنا قانون باريتو، هذا لازم نستخدمه، أنه 20 تنجز 80 اللي هو 20-80%. يقول القانون بأنه 20% من وقتنا ينجز 80% من منجزاتنا، و80% من وقتنا هو مسؤول عن 20% من منجزاتنا. فنحن لازم نكتشف وين ال 20% من وقتنا اللي إلها تأثير دائما وفعالية على حياتنا 80%. هي بنسميها نحن ساعات الزربة، وهي الساعات اللي لازم ما نقطعها ونقضي فيها وقت رفاهية. خلينا نقول مثلا برمضان في خصوصية معينة، صحيح، جمعات العائلات، صحيح، والمشاركة للحياة الاجتماعية اللي هي ميزة رمضان. ما عملوا نضيعها أبدا، ولكن ما نقضي بعد الأفطار كليات، وبعد الأفطار لتاني يوم الصبح إحنا عم نحضر مسلسلات، فنحن هذا الساعات هي ممكن تكون فيها ساعات زروة.
يعني احنا ايضا خلينا نقول في شويه جزء من الرفاهيه، ولكن الجزء الاكبر هو جزء انجاز، بالخاص الناس اللي عم بتصوم بتقول لك انه انا ما فيني انجز وما شربت قهوتي او ما اخذت طقوسي العاديه اللي خليني انه ويك اب الواحد مستيقظ زياده عن اللزوم. نحن عم نقول ساعات اللي هي بعد الافطار هي ساعات حاسمه جدا، لازم ما نضيعها دائما بهي السوشيالايزينج ونقول انه خلص يوم الراحه هذا بلش من عند ساعه الافطار الى ثاني يوم الصبح، لا، انت عم تضيع جزء كثير كبير بيكون في الجسم تبعنا هو قادر على الانجاز وقادر على انه يعطينا اكثر لانه رجع لساعاته وحياته الطبيعيه. اكيد هي في عندنا شغله ما لازم نهملها اذا بنحب ننوه عليه، توازنات الانسان. توازنات الانسان اللي هي في عنده ساعات لصحته، يعطي وقت لصحته، في عنده ساعات ايضا لحياته الاجتماعيه، ساعات لحياته العائليه، ساعات لعمله، في عنده ساعات لحتى تفكيره ينشط تفكيره، عنده ساعات روحانيه. ساعات الروحانيه بتكثر برمضان، فهي بتاخذ اكثر من حجم احيانا، فنحن بدنا نتراجع ونحط لها هي لحصتها، حصه معينه فقط لا غير، ما نقوله مثلا هو يطلق على شهر العباده صحيح، ولكن عملنا عباده، مساعده الاخرين عباده، طقوس العباده الطبيعيه هي عباده، فهو كلياته عباده يندرج تحت مسمى العباده. فنحن بدنا نحافظ على توازناتنا، اهم شيء بننبه عليه حتى نقدر ننظم وقتنا، لازم نحافظ على صحتنا وغذائنا، ما نتخم نفسنا بوجبه واحده كمان. إدخام النفس بوجبة واحدة بيعطينا شعور بالنعاس، ما بيعود الواحد قادر على الإنجاز، فبيعطي شعور بالكسل. نحن خلينا نفتح نهارنا مع بعض الإفطار إنه يتسع على الأقل وجبتين وليس وجبة واحدة تكون دسمة وكبيرة. دكتور منير، يعني بشكل عام في شغلات فينا نقول بالحياة هي نمطية عند الإنسان، يعني مجرد ما إجا شهر رمضان أول يوم صيام ثاني يوم صيام باللا شعور عنده هو مبرمج نفسه برمجة انه انا ما حدا يحكي معي، انا تعبان، انا ما بقدر اعمل شيء وانا صايم، انا 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 هي القصص. قديه ممكن لو الشخص غير برمجة نفسه باستخدام طبعا تنظيم الوقت وغيره من المهارات ممكن حتى هي التفاصيل كلياتها تختفي مع الوقت ويشوف نفسه انه هو قادر يعمل شغلات ما كان متوقع انه هو بيقدر يعملها بالاوقات الطبيعية. يندرج تحت ادارة الوقت وحديثا جدا من سنتين مهارة الذكاء العاطفي اللي هي التحكم بردات فعلنا بأوقات بتكون صعبة علينا جسديا ونفسيا. فلحنا برمضان بحاجة كثير لذكائنا العاطفي، لأنه كلياتنا ناقص الكافيين، ناقص عاداتنا اللي هي قد تكون سيئة أو حسنة، ولكن هي مخليتنا نستمر ومخليتنا نشيطين، هي حتكون مختفية لبعض الوقت. فهون نحن بحاجة أن الإنسان ينظم نفسه وينظم وقت نفسه البيولوجي بحيث تكون ردات فعله تكون أخف بكثير على الناس اللي حوله. إذا ما فيك أنت تكون إنسان ضابط نفسك ما في داعي تنطلق للعمل تزعج الآخرين. فهذا الشيء يعني هي خلينا نقول أنه بتندرج تحت قوس أنه ليش يعني جاي وكسبنا مني وجاي على الشغل. لا، بالأساس بنظم وقتي أنا وبعود وبضبط نفسي بيولوجيا، حتى بعادات الأكل والشرب أنا فيني حط مخزون من الكافيين ومن المياه لتاني يوم. يعني إحنا ما معقول نقصر على حالنا وتاني يوم نقعد نشتكي في حالة النقص. والشيء الأحلى من هيك إنه هذا شيء لكل على الوضع العام لإلنا، كلياتنا صايمين وكلياتنا عم نضبط نفسنا وكلنا ينقصنا الأشياء اللي هي تعتبر متع اليوم اللي هي بتخلينا نشيطين دائما. نحن بحاجة للذكاء العاطفي وإدارة الوقت يجب أن يندمج في شهر رمضان والأوقات الصعبة والأزمات مع الذكاء العاطفي. جدا لازم ننظم اوقاتنا ونعرف ساعاتنا البيولوجيه. اذا انا بعرف حالي بدي اقصر بشيء معين ممكن اطلع امشي شوي صغيره، شم هواء مثلا نقي، انا شم اكسجين، شوف اشياء مثلا ما فيها اندماج كثير مع اشخاص ممكن تزعجني، وان اب نفسي بحيث اني ما ازعج غيري. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي ممكن يقع فيها كثير من الناس، بتأخر من إنجاز أعمالهم وأساساً بتفكر حالها هي عم تدير وقتها بشكل صحيح، لكن لا، بعض الأخطاء ممكن ننجز أعمالنا بطريقة أفضل وأحسن إذا فينا نقول. أول شيء من مضيعات الوقت عدم وجود هدف واضح، يعني إحنا بنكون إحنا مندمجين وماشيين بحياتنا الطبيعية الروتينية، فعم تستهلك وقتنا تماماً. هي أول شيء يجب أن نضع أهداف، الهدف هو اللي بينظم وقتنا. ثاني شيء وضع الأولويات. هناك شيء الناس بتحس بتحب الروتين، يعني تتعود على شيء ما بتحب تغيره، او يمكن بتحس نوعا ما بالراحه مع هيدا الروتين. هلا نحن وقت بتحسي بالروتين وانت بتحبي الروتين، انا ما قلت لك ابعدي عن اشياء بتحسسك بالراحه واوقات الرفاهيه، الى اساس احنا حطيناها من التوازنات السبعه لك وقت رفاهيه، ولكن لا ان يطغى وقت الرفاهيه على وقت الانجاز تبعنا. فاذا اول شيء بدنا ننظم اولوياتنا ونضع الاهداف تبعتنا. ثاني شيء نحن بدنا نبعد عن مضيعات الوقت اللي هي واحده منه انه كل شيء نقول ايه ايه ايه،
هناك مرحلة إحنا لا نستطيع أن نقوم بعمل معين، فمن بحق لنا ومن حق الإنسان أنه يقول لا ما بقدر أعملها. فهي وقت يكون الشخص قادر على أنه يقول أنا لا أستطيع إنجازها أو يساوم عليها، وليكن على سبيل المثال وقت واحد يعطيني مهمة هي عبارة عن إكسترا على مهماتي، فيني ساوم عليها، فيني أقول لصاحب العمل أو أقول للشخص الطلبة مني أنا في عندي أولويات، بتحب استغني عنها وأجلها وقوم بالشيء اللي أنت أوكلته لألي، ولا بتحب أني أنا أخذها بوقت آخر أو توكلها لفلان معين من الناس اللي هو قد يكون غير مثقل بالأعباء. لأنه إحنا شو بيصير فينا برمضان؟ الشخص اللي بيقدر ينجز قادر على العطاء أثناء ساعات العمل نعطيه كل الشغل ونقول الباقيين كلهم متأثرين بالصيام. صحيح. هذا لا، هذا لأنه شخص قادر ينظم حاله، قادر يضبط ذكائه العاطفي وأنه يوحي للآخرين أنه طبيعي، ما بيعني نحن نسقله كلياته بالمهام، لأنه هو الوحيد اللي قادر ينظم وقته وقادر ينظم حاله بيولوجيا. هذا الشخص قادر أنه يقيس ساعات الإنجاز بجسمه وراح يعطيها وأخذ المهام اللي هي عنده. بنقول نحن بنحرمه يعني ينجز شيء بالوقت المناسب، لازم تندم أنك أنت تمام تنجز. هي بدنا نكون حذرين منها. والشغلة الثانية بشكل بكل المؤسسات نوعا ما، يعني بتقول لك هيدا أشطر من هيدا، لا هيدا أحيانا في ناس بتتكاسل ما بدها تشتغل. هذا ما في أشطر من هذا، كلهم شاطرين ما شاء الله، ولكن في هذا بحب يتحمل مسؤولية وحابب يشتغل بنفس المردود ونفس ساعات العمل، وفي ناس ما حابة تشتغل بنفس المردود ونفس ساعات صح. العمل. طيب دكتور يعني وانت عم تحكي عم نقول دائما عم نذكر انه الوقت كيف لازم ننظم الوقت، طب خلينا اذا هيك فردنا النهار، يعني نعطي ولو هيك طريقة بسيطة للاشخاص اللي يمكن ولا مرة مجربين ينظموا وقتهم، كيف بيقدر الشخص ينظم وقته؟ اعطينا تجربة وصار لي اكثر من 11 سنة من طبقها، احنا كلياتنا بعطي جدول للشخص عليه 24 ساعة مدته 7 أيام، كل يوم يكتب كل ساعة شو عمل فيها، مثلا نام الواحد 6 ساعات يقيس نمت اليوم 6 ساعات إلى 8 ساعات، فقت أخذ مني الفطور ساعة أو ساعة وثلث أو ربع ساعة، بعدين رحت على عملي أنجزت فيه 8 ساعات، 4 منهم الشغل حقيقي و4 منهم استقبال أشخاص أو تليفونات. خلينا نكتب لأنه هناك مضيعات الوقت داخل العمل. ما بدك تشوف قديش من ذروة العمل. صح. أيضا رحت على البيت كنت نعسان بعد الظهر أو رحت على رياضة ساعة زمان، حكيت مكالمات، كل مكالمة بيفتحها بكتب انتهت المكالمة بالدقيقة كذا، رحت المساء عندنا مثلا رحت بطقوس معينة بترفه عن نفسي، اجتمعت مع أصدقاء فضفضت عن نفسي ريحت نفسيتي، فرجت على التلفزيون عملت كذا، فرجت على التلفزيون أثناء المكتب وبعد المكتب تجمع. تصوري يعني أحكي لك المفاجآت، تراكم الوقت لمدة 7 أيام بيخلي الواحد ينزهل كيف قضى وقته. يعني تخيلوا وسطيا عم يطلع معنا التلفزيون عم ياخد مننا وسطيا باليوم سوشيال ميديا وتلفزيون بين 4 ساعات ل6 ساعات، يعني انا في عندي 20% ل25% من وقتي عم بيروح مضيعات للوقت. ما قلت السوشيال ميديا ما انا منيحه اذا كان هي جزء من مهنتي وهي ايراد دخلي منه على راس والعين، ولكن السوشيال ميديا تضغي على وقت وتقول انه انا ما فيني روح سجل كورس معين طور مهاراتي لانه ما عندي وقت، أو أنا مثلا ما سجلت بشيء ممكن يتقدم الواحد فيه دراسات عليا، أو أنا شخص ما تعلمت لغة معينة أو مهارة معينة ممكن تضيف لقيمتي داخل العمل، ما له أي عذر. إذن البداية هي بتنظيم جدول العمل نكتب عليه بشكل شخصي، نحن جدول كتير بسيط مقسم لـ 24 عمود وموجود منه 7 نسخ لـ 7 أيام، ويجمع الواحد. النقطة الثانية هي عملية الشيفتينج، عملية إزاحة الوقت. بيجي أنا بقول عندي هلأ خلال الأسبوع 32 ساعة حكي تليفون، أوكي أنا بس بدي خليهم الزروة تبعتهم ما قلتني بعد عن التليفون نهاية، أنا حخلي زروتهم 24 ساعة، يعني قادر أنقل 8 ساعات أسبوعيا زايدة عندي، ممكن استغلها بساعة مشي باليوم بتكون الرياضة، أو استغلها مثلا بتعلم لغة أونلاين بمواقع افتراضية مجانية موجودة كلياتها. الشيفتينج يعني أول شيء عملية الصدمة، انصدم أنا كيف بقضي وقتي، لأنه هلأ إذا بقول لك أنا كيف قضيتي وقتك حتتناسي الشغلات اللي بتحبيها تعمدا، ما حتقولي لي أنت والله قعدت 4 ساعات وكثير كنت مبسوطة أنا على السوشيال ميديا عم قلب الإنستغرام مثلا، أوكي ما حتقيميهم ما حتعترفي فيهم، ولكن وقتك تكتبيهم على الورق بينك وبينهم هي مهمة حقيقية. ومو هون التراكم هو الصادم، تراكم بنهاية الأسبوع هو الصادم، إنه أنا بأسبوع واحد عم أقضي هذا كل الوقت، فيني أعمل عمليات دمج وهي كثير بنصح فيها، فيني خلص تليفوناتي وأنا عم بمشي بسماعة بإذني، فيني بكل سهولة أجمع رفقاتي كلياتهم مناسبة واحدة وما أشوف كل واحد منهم على حدة، فيني مثلا أجمع كل تراكمات العمل كلياتها بيوم ويكند. يعني عملية الشيفتينج هي التنظيم، ولكن بالأول هو اطلاع على كيف نقضي وقتنا. هلأ برمضان أنا بشارتك أنه عملية مضيعات الوقت زادت كتير طبعا، في شيء بدنا نتجنبه كتير نحن مضيعات الوقت اللي هي الانترابشنز اللي بتصير معنا، المقاطعات، تليفون عابر، شخص لقى حاله تحت البيت مر لعنا،
حدا ما بايده شغل بقلب الوقت عملنا، جاء على باله يقطع ساعه عمل يشرب قهوه او يمر لعنا، فهون كلياتها مضيعات للوقت غير منظمه، تضرب وقت انجازنا. العمليه الثانيه وقت الانجاز نبعد كل الملهيات، يعني انا بعرف حالي بنجز بهذا الوقت ما بستقبل مكالمات ابدا فيه، ما بشوف اشخاص انا بحب اقضي وقت معهم، لانه هدول الاشخاص يعني اكيد متاكد انه رح ياخذوكي لمنحه ثانيه انه يلا بتلحق شغل بغير ايام. وندير بالنا نحن وقت يكون في عنا قابلية للعمل نركز على العمل، ما نروح نضيع وقت هذا العمل أبدا، لأنه مو دائما بيكون عند الواحد القابلية بالإنجاز. طيب دكتور، من خلال تواصلك المباشر يعني حكيت نقطة كتير مهمة، يعني الجدول 24 ساعة والشيفتينج، أنا فعليا كيف فيني استغل هيدا الوقت اللي عم نضيح وزيحه للمكان الصحيح مثل ما عبرت بالضبط. يمكن كتير من الناس نوعا ما يعني ما بتقدر فعليا تدريجيا تشتغل هيدا الشيء. قديش فينا من خلال تواصلك مع الناس وقت يعني انا لا اقدر فعليا اعطي هيدا الجدول واقدر اسم انا وقتي قديش بدي وقت لاتبرمج على هيدا الشيء؟ يعني هلا الناس بتختلف بطبيعتها، بس انا شفت كثير اشخاص حوالي من طلاب ومن زملاء واشخاص كثير مهتمين انه يغيروا وقتهم بعد كورسات بنعطيها بإدارة الوقت، ما اخذت معهم اكثر من شهر لثلاث شهور. شهر لثلاث شهور كانوا مبرمجين حالهم، وكله كانت النقطه الصادمه مثل ما قلت لحضرتكم انه هي عمليه تراكم الوقت اللي عم ضيعه انا بشيء هو ليس لي اي دعوه فيه، اللي هي اللي احنا قلنا المربع بدنا نركز عليه للساده المشاهدين انه هو المربع اللي بدي اشتغل عليه هو الاشياء المهمه بحياتي ولكن ليست طارئه. على سبيل المثال وتكون صحتي وعافيتي عندي كلياتها، ما بفضل انا عم بعمل عادات غذائيه سيئه او عم بحرم حالي من رياضه لاوصل لمرحله يامرني الطبيب امر انه لازم تمشي ساعه زمان. لا، انا بدرجها ببرنامجي وبكون انا مرتاح وما انا طارئه، هي عباره عن شيء مهم لاستمرار حياتي وللاستدامه، بمشي كل يوم 40 دقيقه او 20 دقيقه او 30 دقيقه، هيك بوصل لاعمار معينه ما بتنطلب مني بتكون اجباريه، فهي دخلت روتين حياتي. وقلنا نحن التوازنات الشخص هي اساس الوقت، ما فيني انا اقول انه الشخص الشغيل اللي عم بيقضي وقته 24 ساعه باشياء مهمه هو الشخص الفعال بالوقت ابدا. هذا الشخص لازم يعطي لعائلته، لازم يعطي لمجتمعه، لازم يعطي لطاقته هو نفسه لحتى يقدر يتجدد، لازم يعطي لصحته حتى يقدر يستمر، لازم يطور الذكاء تبعه دائما، بالخص انه مهارات العصر صارت عم تسبقنا بمراحل، بدنا نضل عم نشتغل على حالنا، يضل واحدنا متقد الذكاء، يضل الواحد صحته وجسمه ودائما بشكل رشيق وشكل صحي. فأنا عم قلهم حافظوا على التوازنات، ليس تنظيم الوقت إنه نروح لحنا نكرس كل وقتنا على الأشياء فقط المهمة. هي الأشياء المهمة أحياناً لحنا بحاجة لرفاهية، ولكن لا أن تطغى الرفاهية على وقت الإنجاز الفعلي تبعنا. أكيد دكتور منير، يعني مثل ما حكيت نحن بهذا الوقت كتير أوقات بنرتكب أخطاء أثناء تنظيمنا للوقت، ممكن نقسم يوم ننجح فيه ويوم تاني نقول يلا خلص اليوم ما مشي الحال بكرة برجع بعود، هذا الفاقد إذا فينا نسميه أحيانا ممكن يأثر بشكل سلبي وأحيانا لا ممكن يأثر بشكل إيجابي يخلي الشخص أكثر انضباطا. كيف فيني أضبط الأخطاء اللا إرادية اللي بتصير أحيانا مع الشخص لما بيعمل جدول لتنظيم وقته؟ طب أول شيء الإنسان يضعف أمام الكتابة، يعني هي شغلة حقيقة علمية وعشرات السنين عمرها، نحن بس نكتب جدول وقتنا ونحطه قدامنا نحن ضعفاء قدامه، بس يضل جدول الزمن ذهنيا نحن أقوياء عليه، فبنصير بنعمل عملية خليها لبكرة بعد بكرة. نحن في شيء عندنا يوميا هو عبارة عن مهام حاطينا تو ليست، التو ليست هي المهام اللي أنا بدي أنجزها. حتى تصوري انه صياغه المهمه بتاثر عليك نفسيا، يعني انا وقت بقول انه اليوم بدي زور اقارب وبدي اروح اجيب اغراض وبنفس الوقت بدي مر اعمل معامله وبنفس الوقت بدي ادرس للفحص، هدول الاربعه بوقت فيك تبيهم بالصياغه هي بتاثر فيك نفسيا. صحيح. لازم تقولي بدي انهي من صفحه كذا لصفحه كذا باليوم، بدي اجيب الغرض فلان وفلان اليوم ما عاد عندي وقت غيره، بدي انجز المعامله وليس روح اسوي المعامله، هي كلها لها تاثيرات نفسيه، بنيجي باخر النهار بنحاسب نفسنا على الانجازات، فنحن بدنا نحاسب نفسنا على الانجازات وليس المهام، اذا بدي حاسب حالي على المهام رح اعمل لها عمليه نقل لثاني يوم او ثالث يوم وحتضل عم تتدور معي ويمر الوقت المخصص لها وتاكل الوقت الثاني. أما إذا بدي أحطها بشكل إنجازات فأنا عم خاطب نفسي إني أنجزها وليس أن أضعها على مهمة. الشيء الثاني بيخربطوا فيه الأشخاص، كل شيء بيزيد معي من يوم بيروحوا بينقلوه لليوم الثاني، واليوم الثاني بيكون هو أوريدي مثقل، فلحنا شو بصير عملية إزاحة لكل وقتي.
فأنا بصير تراكمات هي كلياتها بدي يصير بدي أتعامل معها بذكاء وليس بفعالية. يعني بصير انتقي منها شو هو الأهم. وقد تصدف أن يكون محظوظ بس مو دائما تصدف أبدا. في شيء تاني كمان، الوقت ما بيختلف بين الأشخاص اللي هن عملوا إنجازات بحياتهم صحيح. وبين الأشخاص اللي ما عم يعملوا، هن نفس الـ 24 ساعة بنفس عدد الساعات بنفس عدد الدقائق والثواني. وبتسمع جملة أنت كيف عم تلحق أنا ما عم لحق، ولكن مع أنه مثل ما قلت التنظيم أنت تصوري الموروث الثقافي لهذا الموضوع. يعني هلا إحنا كلنا بنتفق على المرور الوقت الطبيعي، ولكن كلنا بنختلف على الثقافة اللي عشنا فيها. مثلا الناس المربعين بثقافة إنه الوقت كتير مهم، حاطيكي بعض المؤشرات لبعض الدول إنه الواحد يكون إذا الوقت بيكتشف له أهمية ولا لا. روحي على الساحات العامة كلها تشوفي الساعة، إذا ضابطة هي الساعة بيكون هذا المجتمع كتير بيكون له قيمة الوقت. هي أقل مؤشر. بتفوتي على البيوت عنا بنطلع على الصمديات كلها ساعات بس ولا واحدة فيها بطارية. صحيح. بينما البيوت اللي فيها كتير احترام للوقت والعملية الوقت بتدير الأساس تبع المنزل ما بتلاقي ولا ساعة إلا مضبوطة ومحطوطة بمكانها وفيك تضبطي ساعة اليد عليها. هي واحدة من الأبعاد الثقافية الموجودة عندنا إنه إحنا بناخد الساعة للمنظر وليس للوقت ولا للإنجاز. الشيء الأهم من هيك إنه ناخد جدولنا اليومي ونحطه بجيبتنا ونحاسب حالنا عليه. ما بنقول إنه بتجي كوارث وزلازل وأعاصير وعواصف وممكن تحيدنا عن جدولنا، ولكن بضل جدولنا وأولوياتنا يعاد توزيعها. فالوقت هو نفسه عم بيمر 24 ساعة ما بتختلف أبدا، ولكن عملية التوزيع ووضع الأولويات هي فن إدارة الوقت. كيف تضع الأولويات؟ فن إدارة الوقت وثقافة احترام الوقت. يعني مثل ما قلت أشرت لنقطة كتير مهمة هي من خلال المجتمعات والبيئة والمحيط. قديش مهم اليوم كمان نعلم أولادنا احترام الوقت، يعني أنه هن انعكاس للبيئة والمجتمع اللي هن فيه. يعني ذكرت خلال حديثك كنت عم عقب أنه بتلاقي الناس أنه 24 ساعة عند الكل، بس كيف قدرت تنجز؟ انا ما بقدر، ما عم لحق، كيف عم تلحق؟ هي اساسا كمان ثقافه تدريبيه، يعني بدي اتعلم عليها بتصير روتين حياه او روتين يومي. كيف كمان انا فيني انا انقلها هي الثقافه لاولادنا؟ هي نقطه كثير مهمه، لانه اذا بتغرسها بوقت كثير مبكر كمان بتحصد على انجازات مهمه بالمستقبل. قديش هيدا الولد ممكن بالمستقبل فعليا يعطي انجازات ويقدر يحقق شيء بالمستقبل. تمام. اول شيء الوقت هو نفسه نحن وقت نيجي نقول بالإجازات، هي بالإجازات بيخرب روتين الواحد وبيروح التنظيم. أولادنا نحن كلياتنا بنعطيهم فرصة بالإجازات أن يستمتعوا كتير بوقتهم ويزيحوا عن الروتين التنظيم تبع الوقت. هذا الشيء بيصير عادي عندهم لحتى وقت يرجعوا للحياة الطبيعية بيصير أنه أنا ما متعود أدرس بهذا الوقت، ما متعود أن أنام بهذا الوقت. أنا بالنسبة لي مثلا الأولاد دائما بيراقبوا الأهالي. صحيح. نحن وقت أنا حط ساعتين قراءة يوميا فأنا القدوة بالنسبة لابني، فهو حيتابعني وحيقرأ بنفس الوقت اللي أنا عملته. وتروح أنا أخذه معي واصطحبه معي بالرياضة، فهو عم يأخذ هذا الموروث أنه هناك ساعات من الرياضة هي أهم بكثير من التقضية على البلاي ستيشن ولا على الجيمز. أيضا ساعات معينة لمتابعة التلفزيون والسوشيال ميديا. هذا الشيء نحن وقت بالأيام العطل أنا عم شوف من كل اللي حوالينا عم نتركهم الحبل على الغارب أنه يفتح السوشيال ميديا لساعات متأخرة من الليل. ولذلك وقت عم يرجع على الروتين عم يحس أنه في شيء بيستمتع فيه كثير هو انفقد بحياته. فأنت صعب كثير صارت عملية إعادة برمجته مرة ثانية. في شغلتين بدي نبهها عليهم بإدارة الوقت كثير مهمين، هو التفويض. الأشخاص مو كل شيء لازم نعمله بنفسنا، في عنا أعمال روتينية كتير يستطيع الآخرين أن يساعدونا فيها. عملية التفويض هي عبارة عن عملية إخلاء للوقت المنجز لإلك، وهذا الشيء اللي احنا بنشوفه بالمكاتب وأثناء العمل. إذا في عنا أعمال إدارية معينة يستطيع كل شخص القيام فيها، مو ضروري الشخص المسؤول بموقع إداري معين يقوم فيها. هناك أشخاص ممكن ينشغل الوقت فيها، وممكن نعطي هي الوقت النوعي لأشخاص عم بتقوم بعملية تخطيط استراتيجي. فإذا في عنا عملية التفويض، وعنا الشغلة الثانية اللي هي كتير أساسية وضع الأولويات. والأولويات ما بتنحط فقط اللي هي عبارة عن أهداف استراتيجية بداية السنة أو نهاية السنة اللي قبلها. الأولويات يعاد إدراجها وعملية تنظيمها كل يوم بيوم. صحيح. يعني معلومات جدا مهمة وقيمة اليوم دكتور منير. بدنا نتشكرك ونتشكرك على الوقت اللي أعطيتنا إياه اليوم، وأكيد نتمنى كمان مشاهدينا يكونوا استفادوا منه. شكرا كثير. شكرا لكم ورمضان كريم ومنظم وقتيا كمان. شكرا لك ورمضان كريم. أما هلأ سلمى بننتقل تحديدا لسويدا ولمراسلنا شام حمدان لنتعرف على حفل موسيقي مع طرح أساليب موسيقية مختلفة بالتقرير التالي. بمشاركة عدد من العازفين وحضور المهتمين
أقيم حفل توقيع للأوركسترا السورية روجيندا وفرقة ألواندرا بقيادة المايسترو أوج أبو زيد، الذي استطاع خلال فترة قصيرة تحقيق الكثير من الإنجازات وإدخال أساليب جديدة كان آخرها أوركسترا كاملة خاصة بآلة القانون. تم تقديم حفل توقيع الألبوم لأوركسترا السورية روجيندا لأول مرة بمحافظة السويدة. طبعا هذا الشيء هو التوثيق لنجاحات مؤسسة برادريت للفنون الشاملة وتحقيقا لنجاحات على صعيد كل الفرق اللي أنا مؤسسها والآن بخدها والآن بوزعها. هذا الشيء إجا نتيجة لتحدي ظروف، رغم كل الشيء اللي صار، رغم الحزن، رغم الزلزال اللي صار، رغم الضحايا، ونحن عم نحاول قد ما فينا أنه نعلي صوت الموسيقى على صوت الحرب والدمار والدم. الشاب أوج أبو زيد يتمتع بموهبة متميزة بالإضافة إلى طموحات أكبر من سنه، واستطاع أن يؤسس أول أوركسترا للقانون في سوريا وفي الوطن العربي، لا مثيل لها هذه الأوركسترا. شاهدنا مستوى جميل جدا، شكل جديد بالتوزيع الموسيقي، شاهدنا فرقة مكونة من آلة القانون، كلها آلة قانون، وهيئة القانون هي الآلة الجميلة الحاضرة في الموسيقى العربية بشكل دائم، تجميعها في هذا في مكان واحد هي خطوة جديدة. سوريا التي عرفت عبر التاريخ بأنها أم الفنون تمتلك اليوم الكثير من المواهب التي تحتاج إلى دعم حقيقي للنهوض والارتقاء بها والانتقال إلى العالمية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم، رح نحكي فيها أكثر عن مزايا وفضل هذا الشهر الكريم على كل إنسان فينا. نعرف أنه بهذا الشهر كل إنسان فينا بيحاول يدرب نفسه أكثر أنه هو يسيطر عليها، وأنه هو يكون قادر على التحكم بمشاعره، وإن كان بالغضب وإن كان غيرها من المشاعر اللي ممكن بالأوقات العادية ما يقدر يسيطر عليها. لهيك بنقول بنهذب نفسنا بشهر رمضان من خلال الصبر، من خلال طبعا الروحانيات، من خلال الرحمة والمودة والتفكير، وكثير من الصفات اللي ممكن هذا الشهر يدربنا عليها. 30 يوم منهم يوم ولا يومين، يعني قادرين يغيروا كثير عادات خاطئة الإنسان بيعملها. لهيك اليوم رح نحكي كيف ممكن نستفيد من هذا الوقت الطويل كله خلال شهر رمضان لحتى نحسن من أنفسنا، مع ضيفتنا طبعا الاختصاصية النفسية الدكتورة رولا صيداوي. صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الجميع يا رب. دكتورة، خلينا نحكي أساسا الهدف الأساسي، تلاقينا خلال شهر رمضان المبارك فعليا نتقرب من الإله، تزيد العبادات، في كثير من العادات السيئة بنحاول نتخلص منها ومنها ضبط النفس. كيف فينا نحقق هي القصص مع أنه في كثير من الناس تلاقيها مثلا معصبة متوترة عم تحاول تضبط أعصابها؟ بداية طبعا رمضان كريم، ونتمنى يا رب يكون شهر خير وأمان وهيك تيسير الأمور لبلدنا وللجميع بشكل عام. الصوم نحن بنقول هو صوم الجوارح، صوم النفس، مو بس انه امتناع عن الطعام والشراب. صحيح. انا يعني بعيده دوما بقول انه الانسان لما بيكون عنده مقابله بيبدا يدرب نفسه قبل المقابله، بيدرب نفسه انه بهالمقابله هالنصف ساعه او الساعه او الى ما اخره بده يكون منضبط تماما بسلوكياته، باي كلامه، بجلوسه، بحتى اي نظره. فهون كيف عم يدرب نفسه بيقدر يضبط نفسه، هون بيستمر. وهي تلقين الافكار، يعني دوما هو صح الساعه البيولوجيه بتتغير، ساعات النوم، ساعات الطعام كلها بتتغير، لكن هي بشكل عام انه هي تلقين افكار انه انا هذا الشهر بدي اكون مستعد نفسيا. احيانا بينفرض علينا انه بدنا نروح مثلا لمكان، هذا المكان نحن ما عندنا رغبه فيه، لكن نضبط نفسنا، بنضبط نفسنا. وهون نفس الامر، هي بدنا ندرب نفسنا ونلقن افكارنا انه نحن هذا الشهر. هلا نحن عم نحكي كيف ندرب نفسنا نلقن افكار، لكن عداكي عن الروحانيات وعن شو بنقول احنا، تهذيب النفس، تزكية النفس، هي كلها بتلعب دور كبير. واكيد هو في
رحمة إلهية، هو شهر الرحمة، أنه رب العالمين أكيد بده يساعدنا ويوقف معنا. صحيح، يعني دائما ارتبط رمضان والصيام بالصبر وتدريب النفس. نعم. على ساعات طويلة من دون ارتكاب الأخطاء، لأنه بنعرف اليوم الصيام هو مو فقط امتناع عن المأكل والمشرب، لا، هو صيام نفسي وإحساس وشعور أكثر من أنه يكون ابتعاد عن الطعام والشراب. اليوم قد ايه هذا المفهوم فيه يساعدنا ويكون ملاذ لنا لحتى نقدر نغير من بعض العادات الخاطئة؟ تماما. هلا هو بشكل عام لطالما كان بالآيات القرآنية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تؤكد على الصبر وضبط النفس، يعني حتى بكل مجالات الحياة. لكن هو هذا الشهر نحن عنا شهر مثل ما نقول فيه هدية، هاي الهدية إنه جايتنا مقدمة من الله سبحانه وتعالى حتى نعود نفسنا على الصبر. هلا أكيد كل إنسان عنده خصوصيات وعنده مشاكل وعنده هموم، نحن ما بننكرها، لكن غيري عنده كمان، فأنا مو بس أنا بدي يتقبلوا أنه أنا وضعي صعب، أنا بدي يتقبل وضع غيري. لذلك أنا بدي أعود نفسي أنه أنا يكون عندي هذا الحكمة بالتعامل والصبر. طبعا لما بيشوفني الطرف المقابل سواء أهل بيتي سواء أولادي سواء أصدقائي بالعمل مين ما كان، أنه أنا عم بضبط نفسي، توجه لي كلمة، هالكلمة فيها إساءة، لكن أنا ضبطت نفسي بشكل كبير، هون بيصيروا هن بيراجعوا نفسهم. يعني أكيد ما رح يبادروني بالكلمة السيئة إذا أنا ضابطة نفسي وعن أي إساءة توجهت لي. أنا أول يوم عودت نفسي، ثاني يوم لا، بتشعر اللي صار في عندي هو في تسديد إلهي، ما هو هذا شهر الرحمة. صحيح. يعني هو في تسديد إلهي أكيد، وهو هذا دورة، كيف دورة مكثفة، خلينا نقول دورة لباقي أيام السنة وباقي أشهر السنة لحتى نرجع نستعد. هال يعني هل الروحانيات اللي فقدناها، هل التزكية النفس اللي فقدناها، هالضغوطات اللي بسبب الضغوطات، التعامل الحسن اللي فقدناه للأسف طبعا عند البعض لا أعمم، فهون دورة مكثفة لكن فيها فوق هالدورة فيها تسديد إلهي كبير. أشرتي لنقطة كتير مهمة دكتورة خلال حديثك، أنه أساسا سلوكياتنا خلال شهر رمضان. نعم. تنعكس على المحيط وعلى أولادنا. يعني اليوم في كتير من الناس مثلا بتقلك أنا معصب، متوتر، مضغوط، راسي عم يوجعني، ما حدا يحاكيني، حتى بالبيت بتقلك لا تقربي على الماما، هلا معصب استني ليفطر حاكي. هي كمان عادات فينا نقول سلوكيات خاطئة وسلوكيات خاطئة. قديش بتأثر على الطفل اليوم أساسا؟ لأنه مفهوم الصيام جدا جميل، يعني قديش فيني فعليا أنا كمان دربه للطفل من خلال أساسا عيلته. صحيح. هي بتنعكس، يعني هن أساسا الأطفال اليوم مراية لأهلهم، ففي كيف فيني أنا فعليا أضبط نفسي وأعلم أطفالي العادات السليمة الصحية في رمضان؟ هلا بشكل عام السلوكيات ضروري نعودها لاولادنا على مدار السنه. فهي السلوكيات يعني هذا نستغل هيدا الشهر تماما، هذا الشهر نحن نستثمره بشكل. صحيح. كبير. للاسف انه نحن عم نعلم اولادنا السلوكيات الخاطئه من غير ما ندري. صحيح. يعني انا لما بعصب، انا لما دوما ضغط وستريس على اولادي، فهن لا شعوريا هن بده هي الطاقه اللي عندهم اللي انضغطوا فيها بده يفرغوها بمكان ثاني، هالمكان ثاني كانوا قد يخسروا اصدقائهم، معارفهم، محيطهم. فلذلك انا هون بدي يكون بشكل عام، فهون في شهر خلينا ندرب نفسنا اكثر، بالعكس نعطيهم الجانب الايجابي، جانب الطمانينه، جانب انه بتلاقي انه الجسم بيتقوى. يعني اول شيء الطفل هو بشكل عام اذا عم نحكي على الاطفال بحب الشيء المادي، الشيء المادي نعطيهم الشيء المادي، انه بعد الصيام هلا في مثلا نقدم لك اطعمه وحلويات الى اخره. ثاني شيء انه انت صرت مقرب، مين ما بيشوفك بيعرف انك انت صايم وانت مهذب نفسك، فكتير ناس هلا رح تحبك، رح ترغب تتعامل معك، رفقاتك، هذا الشيء بيصير هو بفكره بتصير بتشجع. لا مانع الطفل الصغير يعني حتى لو بداية صومه، يعني طبعا عمره مثلا 12 سنة 13 سنة يعتبر لسه بداية الصوم خصوصي الذكور، منقول نشجعهم يعني بأي تعزيز هو بيحبه. فأنا هون أي سلوك بدي يكون منتبهت له 100%، أي سلوك وأي كلمة، لأنه هو بده ينقلها وقولا واحدا السلوك يعكس التربية، ما فينا ننكر هذا الأمر. صحيح. طيب دكتورة هرولا، كمان اليوم كنا عم نحكي قبل شوي عن الوقت وتنظيم الوقت وقد ممكن يساعدنا بكتير قصص برمضان، كمان نحن هلا عم نحكي انه كيف فينا نستخدم هذا الوقت الطويل لحتى نطول بالنا مثل ما بيقولوا على كتير شغلات. نحن طالعين من فاجعة، ما صلنا لسه لهلا عم نعاني من تداعياتها، كارثة الزلزال. فالفعل الخير بهذا الوقت قد ايه مهم، وقد ايه كمان ممكن الشخص يتغير. يعني في ناس شفناهم يمكن بهي الفتره تطوعوا ونزلوا عملوا شيء فاختلفت حياتهم كلها. نفس الشيء هال 30 يوم هي فرصه للشخص
يفرق كل حياته فيها. صحيح. كيف فيني استثمر هالفرصة؟ هلا بما انه في ظرف حالي ودوما نحن يعني للاسف الحرب اللي صارت علينا صار لها سنوات، فنحن صار عنا يعني باللا ارادي خبرات جديده، تعامل جديد مع ظروف صعبة، انه نحن ما عاد عنا خيار غير ان نكون الكلمه الطيبه وقولوا للناس حسنا. صح. الصبر الجميل، الصبر الجميل مو بس انا اصبر، لا حتى اصفى، حتى يعني اصبر واصبر على غيري، مو بس اصبر انه اضبط نفسي، لا حتى اذا شخص ثاني. فعل الخير اللي ذكرتيه كثير مهم بشكل عام، وهذا الشهر بالعكس حتى في ناس بتنطري، يعني حتى اولادك بينطروكي انه انت هذا الشهر شو حتقدمي لنا، يعني هن بيعتبروه هو مكافاه من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى اعطانا هذا الشهر شهر رحمه، ففي مكافآت في ميزات كثير. هلا هن ما رح يتواصلوا، فهن عن طريق الاهل او انا عن طريق مثلا طلابي، هن بيشوفوني انا كمسؤوله عنهم، او للاسف اللي تضرروا هلا بالكارثه اللي صارت بينطروا اهل الخير، بينطروا متطوعين، بينطروا فرق التطوعيه، بينطروا اي هديه على فكره، وحتى لو كانوا هن يعني خلينا نقول هن للاسف تضرروا كثير، بس حتى لو كان يعني يوميا عندهم ناس بيتمنوا كل لحظه وكل ساعه، لانه هن فقدوا بيوتهم وفقدوا عزيزه، واي يعني حتى اي لا سمح الله مصيبه بتصير مع اي حدا، والله يبعد عن الجميع يا رب. هون الشخص لو كان هو بحاجه الكلمه الطيبه، هو مو اللي بحاجه تقدمي له شيء مادي بقدر ما هو الشيء المعنوي، لكن بالنسبه للضرر ونحن عم نحكي على الكارثه، اذا كان شيء مادي ومعنوي بالعكس هو محبب اكثر. طبعا مادي ممكن اي شيء، ممكن كهديه، ممكن يعني مو شرط المادي، نحن بنقول كالمادي المال، لا اي شيء مادي هن بيرغبوا. طيب دكتوره بالختام خلينا نعطي لكل الناس بعض النصائح، من انه نحن باول ايام شهر رمضان المبارك ينعاد على الكل بالخير والصحه، لضبط النفس، لنكتسب بعض العادات السلوكيه الصحيحه، لانه بنعرف بسبب يمكن العصر والتكنولوجيا والضغوطات المعيشيه في كثير من الناس يمكن عندها بعض الاخطاء والسلوكيات يمكن السيئه، فيني انا ابتعد عنها واستغل هيدا الشهر من خلال تصحيح سلوكي. هلا بشكل عام سلوك الايجابي، الناس كله بتحب تقرب للشخص الايجابي اللي سلوكه حلو، اللي تعامله حسن، اللي ما بيدقق على كل كلمه، اللي بيصفح، اللي بيعفو. الحياه ما لها دايمه، نحن بنقول، واي شخص انا لما كل كلمه بدي دقق او حلل وليش قال وشو الهدف من هيك، فانا بخسر كل محيطي، حتى بخسر اقرب الناس اللي هن عائلتي. فهون هي بعموميات، فهذا الشهر اللي احنا بدنا ندرب نفسنا انه معلش ناس ظرفها صعب، قد هي ظاهريا ظرفها ما في شيء، لكن ما بنعرف ببواطن الامور، يعني هذا الامر هو خاص بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، فانا خليني اعطي دوما التبرير الحسن، المعامله الحسنه، اقول حسن الظن ضروري كثير، حتى نكون دوما نحن مو بس هذا الشهر انتهى الشهر نرجع للعادات لا سمح الله السلبيه، لا، خلينا ندرب نفسنا الصبر، دوما بنقول بناكد الصبر والتعامل الحسن بكل ما أوتيت الكلمة من معنى، الكلمة، التعامل، النظرة، لأنه في ناس أحيانا نظرة غير صحيحة أو نظرة سلبية، يعني نظرة مو هيك نظرة ود مني لشخص ثاني قد تؤثر بنفسيته تسبب له مرض. صحيح. بالختام نتشكرك دكتورة رولا ونقول لك مرة ثانية رمضان كريم، ينعاد عليك وعلى الكل يا رب بخير. إن شاء الله وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كل عام بخير دكتورة، شكرا لك. شكرا لكم. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية الرمضانية الأولى خلصت لليوم، اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والصحة، بنتمنى بهالشهر الفضيل شهر المودة والرحمة يمر على الكل بسلام يا رب، يهون الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. مثل ما قلتي سلمى نحن مرينا من 6 شباط إلى اليوم بكارثة إنسانية، إلى اليوم عم نلمس تداعياتها، في كثير من الناس محتاجة، بدها كثير من المساعدات، في كثير مبادرات وجمعيات على الأرض، وهذا الشهر الفضيل شهر الخير، قد ما فينا نساعد ونقدم لهم مساعدات أكيد ما رح نقصر. أكيد نور، وبدي أقول يعني مثل ما أنت قلتي كلياتنا قادرين نقدم شيء بشهر رمضان، ابتداء من الكلمة الطيبة للفعل الطيب مهما اختلف، كمان هي الفرصة لبعض الأشخاص المقتدرين لحتى هن يقدروا يساعدوا غيرهم اللي ربنا عاطيهم، ممكن اللي ما بيقدر يصوم ممكن يقدم وجبة افطار لشخص محتاج، ومفهوم الحاجة اختلف اليوم،
صارت نسبة الأشخاص المحتاجين كتير كبيرة، لأنه الأزمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها كتير صعبة. كمان بدنا نوجه رسالة لبعض التجار أنه فينا نعمل بهذا الشهر الكريم عروض كتيرة، فينا نشجع الناس، ممكن 1000 أو 2000 أو 3 حتى بأي منتج، تفرق مع شخص، تفرق مع رب الأسرة. فخلينا نكون رحيمين نحن بشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. أوله رحمة، رحموا بعض لحتى ربنا يرحمنا. هي نداء لكل التجار. صحيح. نحن مع بداية شهر رمضان نداء لكل التجار، رحموا الناس، الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب. صحيح. الغلاء كل مانه بالزياد باستمرار، لا تستغلوا هيدا الشهر لرفع الأسعار. يعني بالعكس، في كثير من الناس بالعكس عملوا خير، اعتبروها زكاة عنكم وعن نفسكم. ممكن هالألف ليرة اللي عم تشيلوها بمنتج تبيع أكثر وبنفس الوقت تفيد ناس أكثر. فخلينا رحمين حتى رب العالمين يرحمنا. ضلوا بخير، رمضان كريم.